السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن أمة سيدنا محمد، والناس فاهمة إن أمة سيدنا محمد اللي هم في الجزيرة العربية أو العرب، وده مفهوم خاطئ، لأن ربنا لما أنزل الرسل أو بل بعت الرسل لكل الأقوام، مثلا قوم نوح، قوم لوط، قوم شعيب، بني إسرائيل، فكل قوم بعت لهم رسول، فكان الرسول بيجي على قد القوم، فالقوم دول هي أمته. أمته دي في منهم بؤمن بيه وفي منهم لا، ما برضاش أو ما بدخلش الإيمان قلبه، فيبقى في هنا مؤمن وفي هنا في كافر اللي هو يروح النار إلى آخره. لكن أمة سيدنا محمد جت للعالمين، عالم الإنس والجن، ولذلك ما جاش حد بعته. ليه؟ لأن أمته من ساعة ما نشر الرسالة لغاية يوم القيامة، فكل العالم أمة سيدنا محمد، وربنا اللي خد على أنه هو اللي هيبلغ الإسلام لكل الناس. يعني كان يحتاج مثلا رسل يعاونوا سيدنا محمد أو أنبياء؟ لا، وربنا في القرآن قال الكلام ده، هو اللي حافظ القرآن وحافظه عشان ما يتحرفش، وهو اللي هينشره، ولذلك هو بتنشر، مش محتاج لجان تبشير زي بعض الديانات الأخرى. فمعناه إن كل الكرة الأرضية هي أمة سيدنا محمد، لكن أمة سيدنا محمد فيها مسلم وفيها كافر وفيها صاحب كتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل، وفيها بعبد البقر وفيها بعبد الكلب وفيها بعبد الحمار وبعبد الشجر وفي بعبد الأوثان وكلام من ده. الأمة المقصود بها الكل. لما نيجي لموضوع العقاب الإلهي، العقاب الإلهي في الدنيا ما بيجيش عشان الإيمان. لو بيجي عشان الإيمان إن ده آمن وده ما آمنش، كان لقيت المسلمين أغنى ناس. لكن هو بيجي عشان الأخلاق، السلوكيات، المعاملة. فتيجي قوم لوط مش عشان ما آمنوش، لا، عشان بيعملوا الفاحشة. قوم شعيب عشان ايه؟ عشان بيطففوا الميزان وبيغشوا في الميزان وبيحتكروا البضاعة، ده قوم شعيب. طيب، فدي كلها معاملات، دي كلها معاملات، فالمعاملات هي اللي بتجيب البلاء للإنسان. كان البلاء زمان يجي مثلا يتخسف بيهم، يتخسئ زي يعملوهم قردة زي ما حصل في بتوع يوم السبت، يحصل ان زي يعني ينزل عليهم الصواعق مثلا والريح وكده. فالمهم في عقوبات جماعية كانت بتيجي. حاليا لا، اللي احنا بنشوفه في السنوات الأخيرة يعني من بعد الإسلام، أصبح العقوبة بتيجي على شكل أمراض، بتيجي على شكل ايه؟ امراض. بيجي مرض يتنشر في كل المنطقة، ولذلك الفيروس اللي هو جاي اليومين دول هو عبارة جند من جنود ربنا، عقاب، عقاب مش جماعي، لا، عقاب فردي، لكن لسبب سلوكيات الانسان، سبب سلوكيات الانسان اللي هو بيطغى، اللي هو بياكل مثلا او بيعتدي على حد، او مثلا كدول يعني حتى كدول مش كافراد، يعني في مثلا الظلم البين، الفساد، الفاحشة، يعني حاجات كتيرة في سلوكيات الانسان هي سبب تفشي الامراض. ولذلك لو كلنا رجعنا باخلاقنا للاخلاق الصحيحة، المرض هيترفع. يعني مش شرط ان ايه، يعني انا بستعجب للي يقول لك اصله جاي عشان المسلمين او عشان الايمان، لا، عمر ما ربنا عاقب عشان الايمان، لان الايمان ده حسابه في الاخرة، حسابه في الاخرة. لكن اللي بيحصل حساب للسلوكيات، وطبعا سلوكيات العالم لتفحش المادية والبعد عن الأخلاق والسياسة. طبعا السياسة أساسا هو لما تيجي تدور على معناها تسميها نفاق، يعني عالم كله نفاق، فهو سبب تفشي الأمراض هذا الموضوع.
وبعدين ما تنساش يعني الناس اللي لايصة دلوقتي أكتر الدول الأوروبية، الدول الأوروبية لهم 200 سنة اللي بيستعبدوا أفريقيا، بيستعبدوا دول تانية، يعني حاجات كتيرة، بيطردوا مهجرين. ده الكرة الأرضية كلها للناس أجمعين، لأن رسول العالم كله هو سيدنا محمد. من أول ما جه سيدنا محمد مفيش رسل بعده، ورسالته هي اللي هتنتشر في العالم كله. وده والحساب مش عشان رسالته تؤمن بيها أو متؤمنش، دي حرية ليك لأن ربنا اللي بيهدي، لكن هي عشان معاملتك. فنرجو إن نرجع لديننا ونحسن من معاملاتنا، وندعو ربنا إن يزيل الغمة عننا، ده أهم من أي حاجة تاني. وبعد كده نتكل على ربنا بإن ننفذ التعليمات اللي بتجيبها وزارة الصحة أو بتديها لنا منظمة الصحة العالمية أو اللي بيقولوا عليها الدكاترة. لكن مش كل الكلام اللي بيتقال في الفيديوهات هو كلام سليم، في كتير كلام مغلوط عشان بس اليوتيوب وعشان بس هو يتنشر ولا يتشير ولا حاجة زي كده. لكن لا لا، في كلام يعني مثلا شفت في برنامج في التلفزيون واحد بيقول لك شلاولة ولا معرفش ايه، ده كلام مش يعني بعيد عن العلم حتى، يعني ده دخل في موضوع طبخ وكلام من ده. فالفكرة ان احنا او العقاب اللي احنا شايفينه ان الفيروس ده جند من جنود ربنا وجاي عشان الاخلاق اللي بين الناس وبين الدول. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم.